سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير، كل شي هاني. كما كتشوفوا في هذه الصورة، خديجة اللي خدامة، اللي كانت خدامة مع أمي نعيمة البدوية، حلت قناة جديدة مسكينة، ولكن الناس انتقدوها وقال لها راكي غدرتي نعيمة وحليتي قناة جديدة، وهي دابا كتهضر في واحد الاوديو، واحد الفيديو اللي كتصرح به. وسمع راه شنو اختي ما قالت. كتحسبهاش صاحبتي، راه اختي بحال اختي الشقيقه نيشان، عندي عزيزه وغاليه، وراكم شتو الظروف ديالي موراها، شنو وقع ليا مرات موراها وبقات فيا بزاف. ودابا قال اختي ضرت دير بحال دير قناه، قالت لها اختي خصك تعاونيني منا تخرج ناعمه. انا ناعمه ما نفوتهاش، راني موعداها بالوعد اللي ما نخونهاش، والكلمه اللي قلتها ما كنكذبش فيها. وناعمه ملي غادي تخرج ان شاء الله انا معاها، انا مع اختي كنعاون اختي ونعاون نعيم، ما كنعاونش شي حد براني. اختي معايا في الدار، حتى هي خدامه في ميناج وعيات وعندها حتى هي بنيتها، خصني نخدم كي قال نعاونها حتى هي دير على شتولي. وانا حتى انا نتوما كتشوفوا الظروف ديالي، حتى انا ما جابليش الله، وانا ما كان ما بقى لي ما نخدم في الميناج، ما بقات صحه معايا اختي نعيمه تخرج ان شاء الله. والله كنتمنى الله يزعلنا لنا هذا الوباء، والله يشافي اللي باقي، واللي مات الله يرحمه وينعمه، واللي باقي الله يشافيهم ويعافيهم. وكنطلب منكم تعاونوني اخوتي وتساندوني، الله يسهل عليكم، راني بيكم طلعت وكتقولوا تعاونوني، المتتبعين خارج المغرب وداخل المغرب، وتعاونوا اختكم خديجة، الله يسهل عليكم.